في سوريا. معنا من لندن عضو الهيئة العليا للمجلس الديمقراطي الوطني السوري ريبال الأسد. سيد ريبال، يعني كيف تتابعون ما خرج به اجتماع جنيف وموقف الأطراف سواء المجلس الوطني السوري أو دمشق حتى هذه اللحظة؟ مرحبا، أنا برأيي الاجتماع كان اجتماع طبعا جيد، ولازم يعني المجتمع الدولي يعني يكثف جهوده حول اللي عم بيحصل هلا في سوريا. لازم فورا وقف العنف من كل الأطراف، طبعا على المعارضة السورية كما يعني أنه تبتعد عن العنف، تبتعد عن السلاح، لأنه هذا ما راح يزيد غير يعني يصير في أكثر عنف، يصير في حرب أهلية في سوريا، وهذا شيء كمان راح يجر له يمكن حرب إقليمية قريبا. نعم، يعني الحالة التي تعيشها سوريا والأطراف الداخلة في هذا النزاع وعدم الثقة، كيف يمكن لهذه القوة أن يتم ردمها لنجاح العملية السياسية أو أي عمليات خاصة لما تعيشه سوريا من وضع حرج هذه الأيام؟ يا أخي، أولا خطة عنان ما فيها تمشي غير ما إذا كان في وحدة المعارضة. ما في معارضة في العالم تمشي هيك بشكل مشتت. المعارضة يعني تهاجم بعضها دائما، ومثل ما شفنا من يعني صلى مو شيء عن جديد، يعني صلى من قبل حتى الثورة في سوريا ما تصير كان في مشاكل بين المعارضة، وهالمشاكل إساتها قائمة. المشكلة إنه إساته في ناس تهاجم، ويوجد الحقد ويوجد كراهية، ولا نحن ما مستحيل نقدر نبني وطن يعني على قاعدة الكره والتعصب والطائفية والأحقاد. يعني الأوطان لا تبنى غير بالمحبة وبالتسامح. نعم، ولازم نكون طبعا موحدين، يعني لازم نكون يعني موحدين، يعني أغلب في الاقتراحات وخطة أنان طبعا. سيد ريبال، يعني جميعها كان على ورق، ولم نرى أي شيء على أرض الواقع. 16 شهرا من النزاع داخل سوريا ولم يتغير شيء. خطة أنان شبيهة بما تم التعديل عليه داخل هذه الخطة، لماذا في رأيك يمكن أن تنجح في هذه المرحلة؟ أول شيء لما صرحوا بخطة عنان، بعد بأسبوع صار في يعني اجتماع في اسطنبول، وطبعا قرروا في وقت تسليح المعارضة وإعطاء معاشات للجيش السوري الحر ورواتب، يعني دفع رواتب معاشات للجيش السوري الحر. طيب هذا الشيء ما راح يشجع أكيد على انتقال سلمي في سوريا، هذا ما راح يشجع غير على زيادة العنف، وهذا اللي شفناه. مشان هيك أكيد ما قدرت تمشي يعني خطة عنان لحد الآن. يعني فلحتى يكون في أي تطور إيجابي يجب وقف العنف. هذا العنف اليوم يجب طبعا وقف العنف من الطرفين النظام، ولكن نحن بنعرف هذا النظام قائم على القتل، قائم على الضرب. نعم، قائم على التعذيب. فنحن ما لازم نتعامل في نفس الطريقة، لأنه هذا رح يعطي عذر للنظام بأن يستخدم طبعا القوة المفرطة ضد المعارضة، وهذا اللي عم نشوفه أخيرا. وما حصلنا على شيء غير أنه زادوا عدد القتلى، صاروا لحد الآن تقريبا 15,000، ويمكن يزداد حتى يصير يعني لا سمح الله مئات الآلاف إذا كمل الطريقة إذا كملنا في هذه الطريقة يعني. نعم، إذن كان معنا من لندن عضو الهيئة العليا للمجلس الديمقراطي الوطني السوري ريبال الأسد.